فقال الله تبارك وتعالى لموسى: يا موسى إن فيكم رجلا عصاني 40 سنة وإني لا أسقيكم ما كان فيكم هذا الرجل. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام فجمعهم وقال: إن الله منعنا القطر بسبب معصية واحد منا، فيا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بيننا. صار كل واحد ينظر للثاني يعني، وهذا الرجل الذي يعرف نفسه ينتظر أحد غيره يخرج، ما خرج أحد، فعلم أنه هو المراد فسكت استحى. فعادها موسى مرة ثانية قال: يا من عصيت الله 40 أخرج، سيهلك الناس إن لم تخرج. ما خرج أحد، فأدخل رأسه في جبته يعني تغطى، ثم دعا الله جل وعلا قال: ربي عصيتك 40 سنة فسترتني، اليوم تفضحني؟ اللهم إني تبت إليك، اللهم فاسقنا ولا تفضحني. فتجمع السحاب من كل مكان ونزل المطر. فقال موسى: يا رب سقيتنا ولم يخرج الرجل. فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به. فقال موسى: ربي أرني إياه. فقال الله جل وعلا: يا موسى عصانا فسترناه، أفإن تاب إلينا فضحناه.